أورشليم مواصلة للتعليمات النيابية الصادرة عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء نينتيرات الناصة على فتح تحقيق حول ملابسات قضية اغتيال الشاب بن اسماعيل جمال بمدينة الأربعاء نينتيرات بولاية تيزي وزو الذي تتقدم المديرية العامة للأمن الوطني بتعازيها الخالصة لكل عائلته وكذا عائلة ضحايا الحرائق التي مست الولاية وبعض مناطق الوطن. وفور ذلك قامت المصالح الخاصة للمديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق في قضية القتل، حرق وتنكيل جثة، تحطيم أملاك وانتهاك حرمة لمقر الأمن، حيث أفضت النتائج إلى ما يلي. الضحية المسمى جمال بن اسماعيل كان متواجدا بمنطقة الأربعاء نينتيرات رفقة شخصين آخرين على متن مركبة سياحية، وعند علمه بأنه محل شبهة من بعض المواطنين باتهامه بقيامه بإضرام النيران، تقرب من دورية للشرطة المتواجدين بعين المكان التي اقتادته إلى مقر أمن دائرة، غير أنه وبوصولهم وجدوا المقر محاصرا من قبل حشد كبير من المواطنين في حالة هستيرية مشحونة لم تسمح لهم بالدخول إلى المقر. في هذا الشأن معظم المشتبه فيهم في هذه القضية تم إلقاء القبض عليهم، ويبلغ عددهم إلى حد الآن 36 شخص مشتبه فيه، من بينهم 3 نساء، من بينهن الإمرأة التي كانت تنادي وتحرض على ذبح الضحية بعد حرقه. المشتبه فيهم شاركوا بطريقة أو بأخرى في ارتكاب الجريمة، من بينهم الشخص الذي قام بطعن الضحية بالسكين، حيث كان يرتدي قميص أسود يحمل علامة XL، وكذا من قاموا بحرق الضحية والتنكيل بالجثة. البعض من الأشخاص المشتبه فيهم حاولوا الفرار على غرار الشخص الذي قام بطعن الضحية والذي تم إلقاء القبض عليه وهو يحاول الفرار إلى دولة المغرب. نحيط علماً الرأي العام أن مصالح الأمن الوطني كتفت تحرياتها وتعمل على توقيف كل من تبقى من شارك في هذه الجريمة الشنعة. فيما يخص عدم استعمال قوة الشرطة للطلقات التحذيرية، تساءل الرأي العام عن عدم لجوء قوات الشرطة إلى استعمال طلقات تحذيرية خلال تواجدها في مواجهة الحشد الكبير. أمام هذه الوضعية أسدت القيادة العليا تعليمات صارمة بعدم استعمال طلقات تحذيرية تفادياً لأي انزلاق أمني خطير، وهو ما كان تصب إليه بعض الأطراف المعروفة بعدائها للجزائر في محاولة لتفجير الوضع بالبلاد. كما نحيط علماً الرأي العام أن قوات الشرطة بأمن دائرة الأربعاء نينتيرات كانت مقسمة إلى 3 أفواج عمل، بينما كان الفوج الأول يشارك المواطنين في عملية إخماد الحرائق المشتعلة بغابات المنطقة، كان يعمل الفوج الثاني على تأمين وإنقاذ شخصين اللذان كان يشتبه في تورطهما في إشعال النيران، حيث كان يتواجدان بداخل مقر أمن الدائرة، في حين الفوج الثالث المتكون من 4 عناصر شرطة كانوا على متن سيارة المصلحة، وقد تم محاصرتهم ومهاجمتهم من قبل حشد كبير من الأشخاص في حالة غضب وهستيريا عالية. في هذا الصدد نوجه تحية لقوات الشرطة التي التزمت بضبط النفس وتحلت بالرزانة والتحكم في الأعصاب وعدم الانسياق وراء الاستفزازات، مبطلة المخططات الإجرامية التي كانت تسعى إلى تفجير الوضع. وهنا أترك المجال لممثلي وسائل الإعلام تصور ماذا كان سيحدث لو استعمل عناصر الشرطة طلقات تحذيرية وسط جو جد مشحون. بخصوص حيثيات التحقيق،
نحيط علمنا الرأي العام أن مصالح الأمن الوطني وفي وقت قياسي تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيهم من خلال تحديد هوية المتورطين بالأدلة الدامغة والقرائن في انتظار إلقاء القبض على بقية المجموعة وكل من شارك في هذه الجريمة البشعة. كما تتوجه المديرية العامة للأمن الوطني برسالة تقدير للمواطنين الذين شاركوا فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في كشف المتورطين في الجريمة، حيث كانت مساهمتهم جد مفيدة في التحقيق. كما نعلمكم أن كل هذه العمليات تتم تحت توجيه وإدارة الجهات القضائية المختصة. هذا ويبقى التحقيق متواصل من قبل مصالح الأمن الوطني، وأي جديد سيتم اطلاعكم عليه في الوقت المناسب. والآن نعرض عليكم فيديوهات تتضمن اعترافات للمشتبه فيهم، وشكرا. Et là, il y a un peu de l'hommage à la terre. Allez, il se trouve pas.
C'est bon,
طرزنا لما تطهر حقوق الساعدين تقول لنا ضربوا نيسنا قفلوا كنت لو كيدي سيكل برسل لي مولي راهم يقولوا بلي هذا الجو بالطوموبيل صوماتي ديكول وقلبوها دايور هذا واش درنا حشانا في حاجه درنا حشانا في حاجه قال له صحيبو كوبي 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 عليهم ديجا هذا اللعب تاعك رايح رايح كاع عليه تشوف كيفاش هذا الجو صغير تروح تباصي هو واش دار لحى في الرصاص كنا في طبعا عنده واحد واحد 18 كان في الباك قلنا صافا هذا ما تشوفش منا باينين برانين باسكو هذو صحابنا كاع معروفين كاع بيناتنا هذا يعرفوا طب اليوم تجي الناس اللي تجي وصلنا وصلنا الكلام اللي وصلنا قدام فاميلي قدام عبد الناصر بابا خاصنا نعرفوا كما كيف تنا كما كوميسار ولا تفينا ولا
Je suis un peu plus de